السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة، ودعواتكم مقبولة ومستجابة، وغفر الله لنا ولكم وبارك لنا ولكم. في فيديو سابق شرحت فيه أو بينت فيه دخول البوابة اللي يتم الدخول عن طريقها إلى صحن المطاف، وأشرت أنه هذا باب الملك عبد العزيز، هذا باب الملك عبد العزيز، واللي يكون معتمر ويريد أن يدخل ويطوف في الصحن حول الكعبة يدخل من هذا الباب، هذا الباب أو هذا، أحيانا يكون هذا وأحيانا يكون هذا. واضح كده؟ هذا الأمر شرحته قبل في فيديو سابق. لكن طبعا هذا الباب، هذا المدخل مقصور على المعتمرين الذين يريدون الطواف في الصحن، واضح كده؟ لكن إذا أردت أن تطوف طبعا تستطيع أن تدخل من باب الملك عبد العزيز وتطوف في الدور الأول، ويعني سواء كنت معتمر أو غير معتمر، وتستطيع أيضا أن تصعد مع أنا لا أريد يعني عشان الخصوصية، إنما طبعا في صعود إلى الدور الثاني من أمام هذه المنطقة، وهكذا صعود أيضا العربات من هنا كما تشاهدونهم، فيتم الصعود جيد. إن الآن في مجال أن نصور، يعني تستطيع أن تصور أن تصعد مع هذا للدور الثاني وتطوف ايضا، ولكن لن يكون الطواف في الصحن. اعتقد كده واضح ان شاء الله. واي استفسار في التعليقات ارحب به، وشكرا جزيلا لكم وبارك الله لنا ولكم. اخذكم كده فيو على Gracias.